السلام عليكم. تسجيل أبناء أنا للمدرسة الابتدائية والإعدادية والثانوي للسنة الدراسية 2021-2022. ابتداءً التسجيلات ابتداءً من 4 يناير إلى غاية 25 يناير 2021. يمكن التسجيل فقط على الإنترنت في موقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم. إذا كنت تحتاج مساعدة لإكمال الطلب وتعيش بمنطقة براتو، إمبولي، كامبي بيزانسيو وفرنسي، فاتصل بالمركز الجمعية أو بمساعد الجاليات في برنامج لا أحد مستبعد، وحدد موعداً لأخذ الدعم بلغتك. اعتبارا من منتصف شهر يناير سنوفر ايضا برنامج تعليميا يشرح لك كيفية اكمال الطلب خطوة بخطوة. تذكر خدمتنا مجانية، تابعنا على صفحتنا فيسبوك وعلى قناتنا يوتيوب، ونبقى على الاتصال.